بسم الله. دلوقتي لو انا عايز احط اي كراسي او اي شجر او اي حاجه انا عايزها، باجي من اوبجكت بلاقي عناصر كتيره، يعني مثلا باثروم ده البيت، السراير، الكراسي، تمام، الحاجه بتاعه المطبخ، طبعا كل دول فيها اشكال كتيره جدا زي ما انت عايز، وكل واحد فيهم تقدر تدخل تغير المقاسات زي ما انت عايز. تمام، في كمبيوتر وفي لابتوب اهوت. تمام، خلينا نختار كرسي مثلا، وليكن مثلا الكرسي دوت بيقول لي ارتفاع عن سطح الأرض قد ايه، طب انت عايز تحط في انهي دور، سكند افتراضي لأن هو ده الكرنت دلوقتي، هو ده الحالي. طب وأبعاده من هنا لهنا قد ايه، من هنا لهنا قد ايه، ارتفاعه قد ايه، ودي النقطة اللي هينزل منها. ممكن أقول له لأ أنا عايز ينزل من النقطة ديت. تمام، دي الأبعاد المشتركة من كله. بعد كده بتلاقي أبعاد خاصة بيه، مثلا في التو دي هيبقى عايز يبقى شكله ازاي، ممكن تختار مثلا لون معين يبقى مليان بيه او شكل معين. الفيل باك جراوند بين تبدأ تختار، هل انت عايز درجة الريزولوشن قد ايه، هل انت عايز له ليه شادو ولا لأ، شكله في الفلور بلان عايز تعدل فيه ولا لأ الافتراضي. تمام، اقول له اوكي واروح منزل الكرسي مثلا هنا. تمام، بالشكل دوت. ممكن تدخل تاني تدور على اي عنصر تاني، مثلا بيت، مثلا السرير دوت. تمام، ممكن تروح معلم على السرير وتنقله زي ما انت عايز، موف من هنا لهنا، وتدوس شيفت عشان يجي معاك موازي للإكس والواي بتاعي. تمام، فزي ما انت شايف الموضوع سهل جدا ان انت تحط اي اوبجكت زي فرش او اي حاجة، بحيث ان انت تعمل شغل مثلا انترفيو.